أهلا بكم في البرنامج التدريبي للطلاب، وسنتناول الآن كيفية التحميل إلى صندوق الدروب بوكس الخاص بك. وبالعودة إلى الصفحة الرئيسية، نرى الآن جدول التعلم الخاص بك وكذلك روابط الحصص الافتراضية، وبالضغط عليها نستطيع الذهاب إلى الحصص المباشرة، كما نرى الآن الفيديوهات وكذلك المشاكل المختلفة وكذلك المهمات، ونرى أيضا صندوق الدروب بوكس. وبالضغط على صندوق الدروب بوكس الخاص بك تظهر لنا هذه النافذة وبها بريبير أنسر أو تحضير الإجابة، وبالضغط بعد ذلك هنا نستطيع الآن بالضغط هنا أن نختار الملف الذي نود أن نرسله إلى المعلم، ويظهر لي خياران، هذا الخيار الأول وهذا الخيار الثاني، وبالضغط على الخيار الأول نرسل المهمة إلى المعلم، وبالضغط على الخيار الثاني يقوم بالحفظ فقط. الآن نود أن نرسل هذه المهمة، فنضغط على الخيار الأول فيقوم البرنامج بإرسال المهمة إلى المعلم، ويستطيع المعلم بعد ذلك أن يرى هذه المهمة وأن يقوم بتصحيحها وتقديرها ووضع الدرجات عليها.